دعني أبدأ معك من تحركات الأسواق الأمريكية. الأسهم خرجت من جلسة يعني تعتبر رابحة بدعم من الفيدرالي وأيضا من نتائج الشركات المالية تحديدا متى نتحدث عنها. دعني أبدأ من نتائج متى، يبدو أنه تفوقت على التوقعات بشكل كبير، فورورد جايدنس جيد. هل استطاعت برأيك إقناع المستثمرين مجددا بجدوى الاستثمار بالتكنولوجيا، أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ صباح الخير آلاء، شكرا للاستضافة. نعم بكل تأكيد، يعني هي الحواجز الربحية في الفترة الماضية كانت ترتفع مع كل ربع، يمكن صرنا 3/4 بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، شركات التكنولوجي عم بكون في عليها ربحية أعلى، لكن المفاجأة بتكون أنه حتى الشركات عم تسجل ربحية أعلى مما هي متوقعة. يمكن كانت المفاجأة الغير سارة بالنسبة للمستثمرين مايكروسوفت نوعا ما مع ضعف الطلب، لكن ميتا أعطت إشارات بأنها قد تكون دافع جيد بالنسبة للماجنيفيسنت 7. يمكن حالة التفاؤل بالنسبة للمستثمرين حاليا هي أي إشارات من شركات الماجنيفيسنت 7 مع أداء أفضل تعطي إمكانية للدفع بشكل أفضل، بشكل إيجابي، بشكل أفضل بالنسبة للتداولات. عندما ننظر إلى المعطيات هنا ألاء، مع إمكانية التوجه لتخفيض أسعار الفائدة اقتصاديا مع الربحية المرتفعة، نعم بكل تأكيد أميل إلى إمكانية الدفع الأكبر في الفترة القادمة، ما كان على ما أعتقد الانخفاضات المتتالية على ناسداك S&P 500 هي مجرد عمليات تصحيحية، محاولة الانتظار لإشارات بشكل أكبر على أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال بوتيرة جيدة. حتى إعلانات ميتا تعتبر حتى الآن ممتازة جدا، أداء جيد جدا بالنسبة للربحية. فلذلك أعتقد بأنه الأرقام أعطت إشارة جيدة بأن التدوير من الشركات الصغرى والشركات الكبرى كان مجرد بحث للمستثمرين عن خيارات أفضل في الفترة الماضية، ثم العودة إلى ناسداك أو S&P 500 سوف يكون مسألة وقت في الفترة القادمة. عندما ننظر حتى أنه الفترة الماضية عندما تاريخيا عندما ننظر إلى تخفيضات أسعار الفائدة يعتبر جيد جدا، يمكن الأفرج بالنسبة لارتفاعات S&P 500 هو 5% مع دورة تخفيض أسعار الفائدة. قبل الحديث عن التدوير أحمد، دعني أستوقفك عن نقطة ذكرت قبل قليل وهي تراجعات S&P 500 كأداء لشهر يوليو، يعني تراجع 0.8%، ولكن الشركات التي أعلنت عن نتائجها في مؤشر S&P 500 كانت إيجابية وتراجع. بالمقابل راسل 2000 شركاته لم تكن نتائجها بنفس القوة مثل S&P 500، ومع ذلك كان الأداء جيد جدا بجولاي، ارتفع بقرابة 10% تقريبا. هل نتوقع لهذا السيناريو أن يستمر، وهو سيناريو يعني فيه بعض التباين؟ لا أعتقد أنه يستمر لفترة طويلة، هي مجرد تدوير المحافظ من المستثمرين من الشركات الكبرى إلى الشركات الصغرى جراء التفاؤل أو حتى الإفراط بالتفاؤل لتخفيضات أسعار الفائدة. بكل تأكيد عندما يكون عندنا تخفيض أسعار الفائدة المتضرر الأكبر هو الشركات الصغرى والشركات المتوسطة، فبالتالي لما كان في عندنا حالة الإفراط بأنه إمكانية تخفيض أسعار الفائدة تصل إلى 3 مرات في عام 2024 بالرغم من أنه ضايلنا 3 اجتماعات فقط للفيدرالي الأمريكي، إفراط بالتفاؤل جعل المستثمرين يتجهوا إلى وجهة أفضل عند أسعار مرتفعة S&P 500 وناسداك، اتجهوا إلى شراءات منخفضة واللي هو راسل 2000. أعتقد أنه ممكن الاستدامة لارتفاعات راسل 2000 ما تستمر في الفترة القادمة. البحث عن يمكن حالة الأمان والتوجه بالنسبة للشركات الأكبر قد يعود في الفترة القادمة بالنسبة لتوجهات المستثمرين. يعني بهذا نعود إلى فكرة أنه حتى لو بدأ التخفيض بالفعل في سبتمبر مثل ما تابعنا من جيروم باول الليل أمس، ولكن تبقى بيئة الفوائد مرتفعة لفترة طويلة، يعني حتى بربع نقطة مئوية تخفيض تبقى بيئة مرتفعة. هل تعتقد أن بذلك توجه المستثمر للشركات الصغيرة والمتوسطة سابق لأوانه في هذه المرحلة؟ هل هي قراءة خاطئة من قبل المستثمر برأيك؟ أعتقد ذلك ألاء، يعني عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل، يعني حتى لو أفرطنا بالتفاؤل وكان في عندنا 3 تخفيضات أسعار فائدة، يعني لا أعتقد ذلك. لو نظرنا إليها ما رح نوصل لمرحلة أنه أسعار الفوائد تعود إلى ما كانت عليه قبل 2021، ما أعتقد أنه نوصل لمستويات فوائد منخفضة. يمكن نوصل في الدورة التسهيلية الحالية يمكن نوصل لأبعد تقدير أو لو أفرط التفاؤل إلى 3%، فبالتالي رح تكون بيئة الفوائد لا تزال مرتفعة، فبالتالي المستثمرين عندما يصلوا إلى تلك المرحلة الثقة الكاملة بأنه أسعار الفوائد لن تنخفض بشكل كبير جدا وتعود إلى ما كانت عليه سابقا قد يجعل
المستثمرين التخارج من الاستثمارات للشركات الصغرى والعودة للشركات الكبرى. بكل تأكيد يمكن الربحية للشركات الصغرى قد تواجه صعوبات بكل تأكيد ألا، يعني الإقراض مرتفع جدا، فبالتالي أكيد يعني الشركات الصغرى سوف تواجه الصعوبات، يعني حتى الإفلاسات في الفترة الماضية كانت مرتفعة على الشركات الصغرى وليست الشركات الكبرى، عمليات التسريح كانت أكبر على الشركات الصغرى. النمو الاقتصادي نعم يعتبر جيد في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو قادم من الشركات الكبرى وليس الشركات الصغرى، لذلك المعطيات على ما أعتقد كلها توجهني بشكل أكبر بأنه قد يتم التخارج من الشركات الصغرى والعودة إلى الشركات الكبرى في الفترة القادمة. يعني لا تتوقع أحمد اتجاه صاعد صحي دعنا نقول في الأسواق في الفترة المقبلة يشمل جميع القطاعات، هذا لبقية العام، لا ترى أنه هذا السيناريو موجود أو يمكن أن يكون متفائل بأكثر من اللازم؟ يمكن فترة من الفترات عند بدء تخفيض أسعار الفائدة يمكن أنه تعم التوجهات للارتفاعات للقطاعات بشكل كامل، لكن سوف نعود إلى الانتقائية عند عودة أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات. ألا هناك مخاوف شديدة، يعني حتى نبرة الفدرالي الأمريكي غير مطمئنة تماما، أسواق العمل مخاوف وتكرار لأسواق العمل كان أكثر في توجهاته عن التضخم نفسه، فبالتالي على ما أعتقد هناك بعض المخاوف بأنه أسواق العمل قد تسجل تراجعات في الفترة القادمة، فبالتالي أن يمكن أن يعود للمستثمرين إلى الانتقائية بشكل أكبر. يمكن التوجهات أو الارتفاعات ليست صحية، نعم التوجهات أو الارتفاعات يمكن لن تكون على المدى الطويل لفترة زمنية طويلة، هي يمكن مجرد ارتفاعات، مجرد تدوير بالنسبة للمستثمرين، ثم العودة للانتقائية للشركات الكبرى. أعتقد أسعار الفائدة قد تكون هي اللاعب الأكبر في عام 2025. قد أضيف هنا ألا بأنه إمكانية أن يكون هناك صدمة في الأسواق، عودة أرقام التضخم أو أسواق العمل بارتفاعات معدلات البطالة مرة أخرى بشكل أكبر، قد يكون هناك مخاوف إلى عودة الضعف بشكل أكبر على الشركات الصغرى والشركات المتوسطة. يعني بيانات يوم الجمعة قد تعطي إشارة إذا ما كانت ستستمر بهذا التباطؤ أم أنه سيكون في مفاجأة كما تقول، بركي بعد هالبيانات نعود ونتحدث عن هذا الموضوع. دعني أسألك سؤال أخير عما نترقب اليوم بعد جرس الإغلاق، نتائج مهمة لأمازون ولأبل أيضا، هل نتوقع استمرار مسار متى الذي بدأته متى أمس أم أنه سنعود لسيناريو ألفابت والتراجعات التي منيت بها الأسواق بعد هذه النتائج؟ ما رأيك؟ يمكن في حالات شوي مختلفة بين الشركات الماجنيفيسنت 7 بدأت تظهر حاليا بالربع الحالي، يعني لما شفنا مايكروسوفت بالكونفرنس كول أظهروا بأنه مخاوف من الطلب من الاتحاد الأوروبي واضحة جدا، مخاوف بأن لا يعود الطلب حتى عام 2025، بالتالي الفورورد جايدنس مخيف نوعا ما من مايكروسوفت. متى يعتبر جيدة؟ أمازون وأبل لو ما اتكأنا على الربحيات السابقة أعتقد الفورورد جايدنس كان واضح بالنسبة أو توجيهات المستقبلية كان واضح لأبل وأمازون بأن يكون هناك دفع أكبر. أمازون بكل تأكيد تعتبر مميزة جدا هنا ألا عندما ننظر إلى مبيعات التجزئة، بكل تأكيد الكل يحتاج المبيعات التجزئة، فبالتالي أعتقد أمازون قد تكون أداء جيد جدا. أبل بكل تأكيد لو ما نظرنا إلى الفترة الماضية محاولات العودة للأسواق الصينية مرة أخرى بالرغم من صعوبة ذلك، لكن أعتقد أنه أبل قد تسجل ربحية أفضل. مسار متى أعتقد قد يكون هو لأبل وأمازون. We'll be right back.